الله ملك الملوك، خالقك، رازقك، الذي وسعت رحمته كل شيء وجنته عرضها السماوات والأرض، إذا ذكرته وتحرك لسانك وشفتيك به كان معك. وهنا قال أهل العلم فائدة: الذكر لا يكون بالصمت، يشترط في الذكر أن تتحرك الشفتين وأن يتحرك اللسان ويسمع نفسه. ولذلك الصمت حتى في الصلاة يكبر ويقول هكذا، ما تقرأ؟ قال أقرأ بقلبي. القراءة والذكر لا بد فيها من تحريك الشفتين واللسان. أيضا في الحديث الآخر: كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. الله أكبر. الذنوب كثيرة، أوحشتك 100 تسبيحة: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، أو سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أي تسبيح، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فتجمع التسبيح والتحميد والاستغفار بدعاء واحد، أو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تسبيح واستغفار واتهام للنفس بالتقصير وتحقيق للعبودية، كل هذا بذكر الله. نعم، فكفر عنك جبال الذنوب، ولا يهلك على الله إلا هالك. على القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، ثم قال بعد ذلك: وجلاء حزني وهمي. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله عنه همه وغمه وأبدله فرحا، وفي حديث أبدله فرجا، وفي رواية. الله أكبر. ليس فقط يزول الهم بل تشعر بلذة ورق. والله إن القلوب أحيانا تتراقص فرحا، والله إن بعضنا يشعر يقول: يا شيخ في صدري سعادة وفيه حلاوة، والله إني من السعادة أبكي، والله يا شيخ أني أبكي، كما قال بعض السلف: إن كان الملوك وأبناء الملوك فيما نحن فيه من السعادة، ها، إذن إن حياتهم إذن لحياة سعيدة. وبعضهم يقول: لجالدون عليه. ما أجمل أن تشعر بالفرح، ولن يجلو ذلك إلا الانكسار بين يدي الله: إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ثم تسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ما تعرفها وما لم تعرفه، ما علمه وما استأثر به في علم الغيب عنده، ثم تسأله أن يجعل هذا القرآن نور قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وهمك. وهنا وقفة. القرآن يفعل هذه الأفاعيل بالهموم والأحزان، يبيدها، يكسحها، يزيلها، يورق بالقلب بعد يبسه، ويجعل الربيع فيه. تجعل القرآن ربيع. في طفل صغير في مدرسة في الرياض قال لهم المعلم: ارسم حديقة. فانطلقوا يرسمون الأطفال الأزهار، إلا هذا الطفل أمه حافظة للقرآن. ماذا رسم؟ رسم مصحف وزخرفة. فأتى المعلم فقال: يا بني، هذا مصحف مهيب حديقة. قال: هذا ربيع قلبي. تقول همي؟ الله يخلي لهمه يا شيخ، والله التربية الجميلة. ربيع قلبي، إن الربيع ليس الذي تشاهده العيون، أحيانا ينبت في القلوب. ولذلك تجد بعض الناس في خوف وفي قلق وفي ضجر وفي تعب، واحد مطمئن، مبتسم، راض، قار العين، ساكن النفس، والله ما عليه من الناس. والله من أدمن الصلاة والسلام على رسول الله يذهب الهم من قلبه ويغفر ذنبه. وما أكرم العظيم سبحانه وتعالى جعلنا نصلي عليه في كل صلاة. لكن المحبين خاصة في ليلة الجمعة هذه، فالمحبين يا أخي الحبيب ينقطعون عن الناس، وفي ليلة الجمعة لهم أسرار، ولهم أيها الأحباب مناجات لله بدعائه، ثم ألسنتهم رطبة بذكره، ثم يصلون على من
اصطفاه مولاه فجعله خير من وطئ الثرى وسيد ولد آدم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. تصلي 1000 اجعلها 2000، تصلي 3 اجعلها 4، الله أكثر والله أكبر، وفضل الله لا حد له ولا عد له، يكفي للمصلي على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه أن الله يبلغه صلاتك. الله أكبر. تصور اسمك فلان ابن فلان يرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من أتباعك: يا رسول الله، فلان ابن فلان صلى عليك وفلان صلى عليك، من المحروم؟ المحروم اللي ما يرفع في قوائم المصلين على خير الورى صلوات ربي وسلامه عليه. من علاجات الغم، ما أدري الخامس السادس، الاستغفار وإدمانه. ليس الاستغفار الذي يحتاج إلى استغفار، ترى بعضنا يستغفر ويحتاج إلى أنه يستغفر من استغفار، لأن استغفار هذا لا يجيب ولا يودي ولا يحصن ولا يورثه سعادة ولا يزيل همًا، بس في خطأ كبير يرتكبه بعض المستغفرين أنه يستغفر لأجل رزق ينتظره. لا يا أخي، تستغفر البنت 2 عشان تتزوج، والشاب عشان يتوظف، والمريض حتى يشفى. الاستغفار طلب المغفرة من ذنوب خلت لا تعلمها الله يعلمها، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كم من ذنب منذ البلوغ إلى الآن والله ما نحصره. تستغفر إذا كان الله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة التوديع، سورة التوديع سورة إذا جاء نصر الله والفتح، هذه قال الله في آخرها وهي يودع الحياة: فسبح بحمد ربك واستغفره. أمحمد بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام يؤمر أن يستغفر؟ فلهذا كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. محمد صلى الله عليه وسلم يؤمر بالاستغفار والتسبيح، وأنا وأنت ما نستغفر؟ الاستغفار طلب المغفرة، فإذا طلبت المغفرة وأدمنت ذلك في كل ساعة وكل دقيقة كان من نتائج طلب المغفرة أن يزيل الله عن قلبك كل هم وكل غم، بل ويرزقك من غير ما تحتسب. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام، يقول: جاء أعرابيان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أحدهما: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: أي العمل خير؟ قال: لاحظ أفضل الأعمال، أي العمل خير؟ طال عمري، ماذا أفعل؟ قال الحبيب: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب رطبا بذكر الله.